الأجهزة الأمنية الأفغانية تحبط مخطط هجوم انتحاري في العاصمة كابول بعد عمليات استمرت 6 ساعات وأدت إلى مقتل مجموعة من 5 متمردين. الحلف الأطلسي كان قد أشار إلى تزايد هجمات المتمردين مؤخرا على خلفية أعمال العنف المتزايدة في الولايات المحيطة بكابول. أعداء بلدنا أرادوا شن هجوم انتحاري على العاصمة كابول بواسطة ارتداء البراقع واستخدام 3 سيارات، وأرادوا جلب البؤس لشعبنا خلال هذا الشهر الفضيل، ولكن لحسن الحظ قتلوا جميعا قبل وصولهم إلى الهدف. وتعد الهجمات الانتحارية في المدن أو التي تستهدف قواعد حلف شمال الأطلسي مع القنابل اليدوية الصنع والتي تزرع على الطرقات سلاح المفضل لمتمردي طلبان الذين يقاتلون منذ نحو 10 سنوات حكومة كابول وحلفائها في الحلف الأطلسي.